عينات ناخذ عينات دوما عن كل صب، عن صبة الأعمدة، عن صبة الأرضيات، عن صبة الأسقف، عن أي صبة خرسانة ناخذ عينات من كل نوع. المتعارف عليه كل 50 متر مكعب بتاخذ 6 سلندرات أو 6 عينات. طبعا هون اسطوانات سلندرات وفي مكعبات. ناخذ هدول السلندرات وبنعبيهم بالخرسانة وبنعملهم طريقة بتعباية دفعة دفعة ودك فيهم، وبنحط اللصاقات مثل ما شايفينها، بنحط اسم المشروع، اسم المشروع، نوع الخرسانة 40 ميجا باسكال 60 50 30 40 ميجا باسكال، تمام. بنحط تاريخ الصب وبيحط اسم الموقع، اسم المشروع. بعد 7 أيام وبعد 28 يوم بيتم كسر العينات بالمختبر للتأكد انه هالخرسانة اخذت فعلا نفس المقاومة اللي مطلوبة بالتصميم. يعني بالتصميم مكتوب 40 ميجا باسكال، مفروض على 28 يوم 40 ميجا باسكال، تمام؟ واحيانا بتاخذ على 3 ايام حالة خاصة لاعمال البوستيشن، واحيانا على 21 يوم، ولكن استندر 7 ايام و 28 يوم. طبعا هي سلندرات فاضية بتعبى بتصير مثل ما شايفين، ومثل ما حتشوف هلا بالفيديو اللقطات القادمة طريقة التنفيذ. طبعا اخذ العينات ضروري جدا جدا، من الشغلات المهمة جدا، والافضل مختبر محايد وليس شركة خرسانة فقط، لا، وايضا مختبر محايد ومعتمد ومعترف به للتأكد من صحة النتائج الكسر.
تخزين العينات اللي تاخذونها حسب الايام والتاريخ. وبتمنى من كل مشاهد جديد وما مشترك بالقناة يشترك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات وعمل لايكات لإيصال القناة إلى المعارف والأصدقاء والاستمرار في دعم القناة في تقديم ما هو كل جديد ومفيد.